هذه يجوز الهند الفريش اللي شريته من لولو، حطيت منه كوبين في الخلاطة، فهو طبيعي ويقطعونه لكم هناك. بعدين على الجوز الهند اللي حطيته في الخلاطة بحط شوية ميبل سيرب اللي هو شراب القيقب عشان يحلي. نحط عليه من هذه الميبل سيرب تقريبا 4 ملاعق، ويصير حتى تحطون عسل أو دبس تمر أو أي شيء يحلي يعني يسوي سويت. طبعا في ناس بيحبونه يكون سويت أكثر، فأنتوا بروحكم قرروا إيش كثر الحلاوة اللي تبونها فيه، ولما تخلطونه ذوقوا بعدين قرروا إذا بتضيفون أكثر. وبعدين فوقهم بنصب 1/4 كوب زيت جوز الهند، يفضل يكون عضوي، عندهم أيضا في اللولو زيت جوز الهند العضوي، 1/4 كوب تحطون منه. هذه هو الفانيلا الطبيعي، تحصلونه في بعض الأماكن أو في لولو، تقصونه بالنص وتطلعون منه الفانيلا الذي يصير إذا طبيعي. فنحط هذه الفانيلا الطبيعي، وايد أحلى من الفانيلا الصناعي. هذاك الثاني يسمونه فانيلا أسنس اللي تشوفونه في البرادات، مو طبيعي. فإذا ما عندكم طبيعي لا تحطون شيء. فعقب ما نخلط كل شيء مع بعض تشوفون يصير شكله كذي، ويصير كأنه متكتل، يعني تحسون أن تقدرون الحين تسوون فيه أشكال. الحين من هذه خليط جوز الهند اللي عندنا بسوي واحد من ألذ الحلويات اللي تنباع في السوق، بس أنا بسوي لكم إياها على أصح. وبعدين أخذ من هذه الخليط، لأنه هو الحين صار لين ونقدر نسوي بأشكال مختلفة، بسوي منه مستطيلات صغار. فبس أسويهم كذي بيدي بالحجم اللي تبونه صراحة، ولكن الحين بتعرفون ليش لما يخلص بتعرفون هو يشبه أي شوكولات. فبهالطريقة بعدين أخذهم وأصفهم على صينية، لأن بحطهم في الفريزر أبيهم يتجمدون. الحين بسوي الشوكولات صوص عشان نغطى فيه. معظمكم حذرتوا صح، ما بقول اسمهم الشوكولات اللي بقلده، بس الحين بنسوي شوكولات صوص طبيعي صحي. هذه الشوكولات صوص سويتها من قبل كذا مرة. نحط 1/2 كوب زيت جوز الهند أول شيء، وبعدين نحلي بالميبل سيرب، ونحط فوقه 1/4 كوب ميبل سيرب او اي شيء تحلونه فيه انتم، مثلا تبون عسل، تبون دبس تمر، اي شيء سويت طبيعي. بعدين بنضيف عليه 4 ملاعق كاكاو، بودره الكاكاو الني اللي مو مصنع. هذه بودره الكاكاو اللي اشتريها للنادي، بتسالوني عنها، يبيعونها في محلات الصحه او في لولو مثلا. بنحط منها 4 ملاعق هني في هذه الخلطه وبنخلطهم زين. هذه الشوكولات صوص انا اسميه بتاع كله، يعني تستعملونه حق اي شيء، تبون تحطونه فوق كيكه، تبون تغطون فيه فواكه، يصلح حق كل شيء. الحين طلعتهم من الفريزر وتشوفون انهم صاروا يابسين خلاص، الحين ما تقدر تتنتف. الحين كل وحده اغطها في الشوكولات، ولان هي مثلجه فلما تدخل في الشوكولات، الشوكولات اللي حوالينها شوي بيبدأ يجمد. فواحدة واحدة أحطهم، خلوها تتغطس أكثر من مرة، بعدين نطلعها ونحطها على شيء كذي عشان تقطر، ونسوي نفس الشيء مع الباقيين، نغطسهم وبعدين نطلعهم ونحطهم على هذي عشان ينشفون. تشوفون الحين اوريدي جمد الشوكولات اللي عليهم لانهم كانوا مثلجين، والحين هذه معناته اني مسويتها اوريدي جمد عليها الشوكولات. ولكن لان انا طماعه وابي يكون الشوكولات كوت اللي فوقها اغلظ شوي، برجع بحطهم الحين طبقه ثانيه في الشوكولات مره ثانيه. فبرجع بحطهم نفسهم مره ثانيه في الشوكولات عشان اسوي عليهم طبقه ثانيه. يم يم يم. فتشوفون انه يصير عليهم طبقة اسمك من الشوكولات، والفرق ان الحين بحطهم على الصينية مرة ثانية عشان بعدين ارجعهم في الفريزر اخر شيء.
وايد صعب ان الواحد يصور بدون ما يذوق. الحين بذوق لكم، لكن شكلهم وايد صار حلو ما شاء الله. وأحين هذين اذا حسيتي فيهم ان متجمدين كفايه خلاص يصيرون جاهزين للتقديم. انا بحطهم شويه زياده في الفريزر عشان اتاكد ان جمد كله. وكذي يصير شكلهم جاهزين للتقديم. اي واحده اذوق بذوق هذه. من كثر ما طعمه فظيع ما قدرت حتى اتحكى يوم ذقته، يعني والله ما قاعده امدح روحي، لكن جدا طريقه سهله وطلع وايد لذيذ. فعشان تشوفون بروحكم شلون يصير شكله من داخل، يم 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 صراحه ما اقدر استحمل.